وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة، وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة. أستاذ رشيد، عندما نتحدث هل بشر الكتاب المقدس، أي كتاب مقدس هذا الذي نبحث عن البشارات فيه؟ الكنيسة الحبشية عندها 81 سفر، الكاثوليكية 73، البروتستانت 66، اليهود السامريين 5 بس، اليهود العبرانيين 39 سفر. فعندما نبحث عن البشارات تريدني أن أبحث في أي كتاب منها. هناك كتاب ألفه الدكتور جون ميد اسمه قوائم الكتاب المقدس في المسيحية المبكرة، يتحدث أن الآباء لم يكن لهم كتاب واحد، كان عندهم مجموعات من الكتب، هذه وحدها كافية لدحض ما قاله الأستاذ، أنه أحضروا لنا من الكتاب المقدس، أحضروا لنا البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم. أكليمندس الروماني المتوفى في 101 يقول: لأن الرب يقول في الإنجيل: إن لم تكونوا أمناء في القليل لا نأتمنكم على الكثير، إلى آخره. أين هذا النص في الإنجيل؟ غير موجود، غير موجود في الإنجيل بين يديك. أحضروا لنا هذا الإنجيل الذي كان ينقل منه القديس أكليمندس لأستخرج منه البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم. أكليمندس السكندري 220 يقول الكتاب المقدس، أحط لنا سطرين بعدها ما موجود منها ولا كلمة في الكتاب المقدس الذي بين يدي الأستاذ رشيد. أحضروا لنا الكتاب المقدس الذي كان يعتمده أكليمندس السكندري. في نص آخر يقول: أطلق الكتاب المقدس على أفكار الصالحين اسم المصابيح التي لا تنام. وين هذا في الكتاب المقدس تبع الأستاذ رشيد؟ غير موجود. نحن سنبحث عن البشارات في الكتاب الذي كان مقدسا عند أكليمندس، أحضروه لنا. المعلم ترتليان من كبار معلمي المسيحية 225 ميلادي، الكتاب المقدس يقول، ويعطينا سطرا، هذا السطر غير موجود في كتاب الأستاذ رشيد، ثم يطالبني بالبحث عن بشارات للنبي صلى الله عليه وسلم. أحضروا لنا كتاب ترتليان لنبحث عنه. القديس أوغسطين يقول: لما جاء في الكتاب المقدس من لم يكن فيه المخافة لا شفاء له، لا شفاء له. القديس جوستين الشهيد في 165 ميلادي قال شيئا عجيبا، اتهم اليهود بحذف البشارات بيسوع من العهد القديم. طيب اليهود إذا حذفوا البشارات من العهد القديم بيسوع، ألن يحذفوها بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ في حواره مع تريفون يقول تريفون: الله وحده يعلم إذا كان معلمون قد حذفوا أجزاء من الكتاب المقدس كما تقول، أنت تقول هذا. ماذا رد عليه القديس؟ يبدو أنك لم تسمع عن الكتب المقدسة التي قمتم ببترها. قمتم ببترها؟ نعم، في كتب مبتورة. في مرة أخرى يقول له: لقد حذفوا هذا الجزء من الفقرات يتحدث فيها عزرا عن قانون الفصح. إذن اليهود حذفوا قانون الفصح، أو حذفوا من سفر عزرا قانون الفصح. عندك 4 أسطر محذوفة غير موجودة في كتابك المقدس. في نص ثالث يقول: حذفوا هذه الكلمات من سفر إرميا، الرب الإله تذكر موتاه. إذن كانوا يحذفون، لماذا؟ لأن فيها بشارات لا يريدونها. في المزمور 96 هناك عبارة مهمة جدا: قولوا بين الأمم الرب قد ملك. هكذا وردت في كل الأسفار المقدسة، لكن الأب يوستينيوس الشهيد تقول هذه العبارة لم تكن هكذا، كانت الرب قد ملك على خشبة، فحذفوا منها كلمة على خشبة. ليش؟ حتى لا يبقى في النص دلالة على المسيح المصلوب. في إنجيل متى يتحدث بأن المسيح وردت النبوءة عنه في العهد القديم لكي يتم ما قيل بالأنبياء: إنه سيدعى ناصريا. هذه النبوءة ريموند براود الكاثوليكي الأب يقول أصعب نبوءة في الكتاب المقدس. ويليام باركلي يقول تواجهنا صعوبة كبيرة لأنه ما في أي شيء في الكتاب المقدس يتحدث عن الناصرة. يقول لم يوجد حل كاف لهذه المشكلة. القديس يوحنا بن الذهب المتوفى 407
اتهم اليهود بتضييع الكتاب وإفساد نصوصه. يقول تعليقا على هذه النبوءة المفقودة: من من الأنبياء قال هذا؟ قولوا لي مين من الأنبياء قال إنه سيدعى ناصريا؟ لا تستغربوا، لأن كثيرا من كتابات الأنبياء قد فقدت. إذا أنبياء كتبوا وحي من الله وفقد هذا الوحي. أحضروا لنا ما فقدتم لنستخلص منه نبوءات محمد صلى الله عليه وسلم. يقول بعض هذه الكتب أفسد، والبعض الآخر أحرقوه ومزقوه إربا بأنفسهم. يقول لقد خانوا كتبهم. عندي ثلاث أسئلة أطلب الجواب عنها. أي كتاب مقدس تبحث عنه؟ الثاني، من حذف النبوءات عن يسوع كما قال يوستينوس، ألا يمكن أن يحذف البشارات المتعلقة بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي المعايير؟ نحن المسلمين ما عندنا معايير علمية لاستخلاص النبوءات. ما هي المعايير التي عندكم التي اعتمدها متى والإنجيليون لاستخلاص البشارات بيسوع عليه الصلاة والسلام، لنستخرج على أساسها البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الآن تتحدث في موضوع آخر، وهذا خروج عن الموضوع تماماً. فإذا إذا أردت أن تناظر فالتزم بالموضوع المطروح. حين يكون الموضوع تحريف الكتاب المقدس سأجيبك على أسئلتك. قل ممكن غير الموضوع. لا، الحقيقة أنا ما غيرت الموضوع. العنوان هل بشر الكتاب المقدس، وأنا تحدثت عن الكتاب المقدس، بدي أعرف وين أدور عليه. أنا أبحث عن وثيقة الأصلية اللي أنت مش ملاقيها. في شخص عاقل يذهب إلى محكمة بوثيقة مزورة ويستشهد بها على نبوة محمد؟ في شخص عاقل ثم يقول لهم أنا أستطيع التمييز بين المزور وغير المزور؟ كيف؟ كيف ستعرف المزور؟ يقول في واحد عاقل بيروح بيستشهد بوثيقة مزورة؟ أنا. إذا الآن أنت رفعت علي دعوة في محكمة تدعي أن هذا البيت هو لك وتقدم وثيقة، أنا أروح على المحكمة أقول لهم يا جماعة هذه الوثيقة مزورة لكن فيها دليل على أنه لا يملك الكتاب، لا يملك البيت. مثلا الوثيقة تقول أنه أنا بعت البيت في عام 1950 وأنا مولود في عام 1967، إذا الوثيقة مزورة. فأنا أستشهد بالوثيقة المزورة عليك، ولا يحق لك أنت أن تستشهد بالوثيقة المزورة. كن تجرأ وقل للناس أخطأ، لقد نسبت لقبا شيطانيا لمحمد في نسخة الأولى، ولكن خجلت أن أعتد. دعني أريك شجاعتي. هذه المعلومة التي ذكرتها في الطبعة الأولى كانت خطأ مني، وقد تراجعت عنه في الطبعة الثانية والثالثة والرابعة. وبالمناسبة سجل علي، ليس هذا هو الخطأ الوحيد الذي أخطأته في كتبي، فأنا لم أدعي العصمة لها في يوم من الأيام. وما هو مكتوب اليوم في الطبعة الرابعة قد أتنازل عن بعضه في الطبعة الخامسة. إذا الكتاب المقدس اللي أنت بتؤمن فيه تغير من طبعة لطبعة، فأنت حتيجي على كتاب موقف وتقول ليش تغير يا موقف؟ مو معقول الكلام هذا. إذا موقف أخطأ في هذه المرة، فأنا مستعد لمناظرتك بعنوان أخطاء الكتاب المقدس لأثبت لك بدل الخطأ 10 و100 من كتابك المقدس. كل الناس تخطئ، إذا الكتب المقدسين أخطأوا، منقذ ما هيخطئ؟ طيب شوف شجاعتي. دعني أسأل الدكتور منقذ الصقار، من هو كاتب هذا المزمور الذي استشهدت منه؟ هل تعرف من هو كاتب هذا المزمور؟ هل هو داود كما تعتقد؟ إنهم بنو قورح، بنو قارون. قارون عندكم هو قورح. بنو قورح، هل عندك في الإسلام بيجيهم الوحي؟ هل عندك في الإسلام عندهم أي كتاب؟ لا، ما عندكش. أنت تعرف فقط التوراة والزبور والإنجيل. بنو قورح مش مذكورين عندك خالص. فأنت تيجي تأخذ مزمور بتاع بني قورح وتستشهد به على نبوءة محمد، ده مضحك جدا عند كل لاهوتي درس في مقارنة الأديان. لماذا؟ لأن بنو قورح أين يخدمون؟ يخدمون في بيت الله. ما هو بيت الله الذي يخدمون فيه؟ هو الهيكل، هو خيمة الاجتماع قبل الهيكل. إذن هم، هل تعتقد أنهم سيكتبون نشيدا، والمزامير هي أنشاد، سيكتبونه عن مكة التي لم يخدموا فيها قط، أم سيكتبونه عن البيت الذي هم خدام فيه؟
أي ما هو المنطق؟ شغل مخك يا حضرة الدكتور، شغل مخك معي. بنى كلها على أنه هذا المزمور من قورح، وهدول جماعة كانوا مشتاقين. ما رأيك يا أستاذ لو قلت لك بأن هذه المرحلة غير صحيح؟ يقول العلماء يا أستاذ بأنطونيوس فكري، يقول في ناس بيقولوا أنه هذا الصفر أو هذا المزمور كتب فترة السبي كما أنت قلت، لكن رأى آخرون أن هذا المزمور هو بلسان داود، داود قبل الهيكل يا أستاذ، قبل أن يبنى الهيكل. فكيف مشتاق للهيكل؟ السؤال اللي أنت سألته، كيف مشتاق للهيكل ولسه الهيكل ما بني، سيبنى في عهد سليمان؟ يحمل أنفاسه واشتياقاته إلى آخره. هذا المصدر الأول. أستاذ الثاني، قل رتل هاود قبل بني قورح 600 سنة يا أستاذ، حينما أرد لكنه لم يبدي ابنه سليمان. هذا مصدر ثاني يا أستاذ. المصدر الثالث يقول، تعليق على ترجمة الكتاب المقدس، يقول قد يعني هذا إما أن الأغاني كتبها أولئك المنحدرون من قورح، أو أنها كتبهم ليغنوها، هم اللي غنوها، لكن من اللي كتبها؟ كتبها النبي داود. فالآن كل الكلام اللي أنت قلته طلع على الفاضي. وين مشتاقين؟ ما مشتاقين إذا الكاتب هو داود عليه الصلاة والسلام. برضو مفسر شهير يقول قد يكون هذا المزمور قد أرسل إليهم لينشدوا، وربما كان مؤلفه واحد منهم، وربما كان واحد ثاني أو ثالث. طيب، إن القورة أو بني القورة كانوا بيخدموا في مكة. أصلاً مكة قبل القرن الثالث الميلادي. بنو قورح لو أخذنا أقل تقدير، إحنا نتكلم عن القرن السابع، القرن الثامن، فكم بالأحرى موجودة في القرن الثامن قبل الميلاد؟ ورينا أي نص يذكر مكة في القرن الثامن؟ لا شيء. وقلت لك أنك لن تستطيع أن تثبت وجود مكة في اثبتها اصلا بعد الميلاد، لكي تستطيع ان تثبتها قبل الميلاد في القرن الثالث بعد الميلاد حاول تثبتها. الاستاذ رشيد يسال يقول هل ذكرت مكه في القرن الرابع قبل الميلادي؟ لا، الحقيقه يا استاذ معلوماتك بدها مراجعه بشكل كبير كبير كثير. اولا ذكرت في كتابك المقدس. اذا كان هذا السفر سفر التكوين من كتابه موسى عليه السلام، فمعنى ذلك ان موسى ذكر مكه في القرن الـ14 قبل الميلاد. اقرأ ماذا يقول الكتاب المقدس. هذه نسخة نيوكاسل 1811، يقول عن بني قحطان في سفر التكوين كان مسك مكة، إذا تقول من ميشا لا، من أن تجيء إلى المدينة. هذه سعاد يجاؤون الذي أفهمنا الغامض من التوراة، يقول كان مسكنهم، هذه نسخة توراتية يا أخواننا، نسخة توراتية بحروف عبرية، ترجمة عربية لكن بحروف عبرية، تقول كان مسكنهم من مكة. إذا كان كاتب هذه التوراة هو موسى عليه السلام، فمعناته موسى كتب قبل 14 قرن قبل الميلاد يا أستاذ. في 14 جاءون سعادية، حبر من أحبار الكبار عند اليهود، يقول في سفر التكوين هذه نسخة من التوراة. لذلك سألتك في أول سؤال أي نسخة من نسخ التوراة تعتمدها، وأنت ما رضيت تجاوب. يقول كان مسكنه من مكة، اسم مكة. في التراجم الحديثة اللي عندك يكتبون مسا، أحيانا يكتبون مشى، أحيانا ميشا، كل واحد يكتب على كيفه. طيب أنت تسأل تقول مين ذكر قبل؟ طيب ديورد الصقلي في عام 30 ميلادي توفي هذا الرجل، يقول في كتابه خزانة التاريخ وهو يتحدث عن العرب، يقول يحصلون على طعامهم بصيد الحيوانات، ويوجد هناك أيضا معبد وهو مقدس ومبجل للغاية من العرب جميعهم. هذا وين؟ هذا وين القرن الرابع يا أستاذ؟ هذه خريطة بطليموس في عام 170 ميلادي توفي الرجل، تتحدث عن مكرابة. مكرابة وين مكرابة هذه؟ انظر إلى مكرابة، هذه مكرابة مكة المكرمة، وهذه لاثريب يعني يثرب، وهذه ثيماء اللي هي تيماء. فهذه مكة في مكرابة في عند بطليموس.
قصة تشارلز فورستر يقول ماكو رابة بطليموس هي مكة. البروفيسور إيان موريس يقول هناك إجماع في الأوساط للرد على مسألة مكة مش هي مكة.